ضمين عديدة يتحدث بها هذا الجنرال المتقاعد، وهو يعني من أصحاب الآراء والخبرات التي يعتد بها داخل دولة الاحتلال، وكان في بداية العدوان زائرا دائما يستمع إليه بنيامين نتنياهو، لكنه بعد ذلك أصبح يرفض لقائه كما تحدث إسحاق بريك. أستاذ فرحان، ماذا نفهم مما تحدث به؟ وهي ذات الخشية التي يعني توقعها الأمريكيون في الربع الأول من الحرب، الخشية من الهزيمة الاستراتيجية. اليوم بعد 5 أشهر تقريبا يتحدث هذا العسكري المتقاعد الخبير أننا فعلا نبحث عن التكتيك وتضيع من أمامنا مسألة الاستراتيجية. أكثر شخصية يعرف خبايا ونقاط ضعف ونقاط قوة الجيش الإسرائيلي هو هذا الجنرال المتقاعد إسحاق بريك، الذي كان مسؤولا عن شكاوى الجنود، وكان مسؤولا عن فحص جاهزية الجيش الإسرائيلي، وأعد تقريرا قبل نحو 2 عامين وزار فيه مواقع كثيرة وكتائب ومستودعات أسلحة وكل مواقع الجيش قبل أن يعد التقرير من مستلزمات إعداده، وأعد تقريره الذي أشار فيه بشكل لا لبس فيه أن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لأي معركة. هناك تدني، هذه من مستخلصات تقريره، هناك تدني في مستوى الجاهزية لدى الجيش الجندي الإسرائيلي، هناك عزوف في موضوع القوى البشرية، عزوف عن الذهاب إلى الجيش إلى الوحدات النظامية، هناك إهمال في مستودعات الأسلحة وفي الذخائر وموضوع الصيانة وغير ذلك، خلص بما لا يدع مجالا للشك أن الجيش الإسرائيلي عاجز عن أي حرب يدخلها في المستوى المنظور، وخاصة إذا ما تعددت الجبهات، وأشار بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل غير قادرة على خوض معركة في أكثر من جبهة واحدة، لذلك هم يخشوا من تدهور الأوضاع على سبيل المثال في الجبهة الشمالية مع لبنان، والوساطة الأمريكية تتدخل لإبقاء الأمر ضمن الوساطة الدبلوماسية وعدم تدهور الأمور إلى مواجهة مفتوحة في الشمال أثناء المواجهة المفتوحة في الجنوب مع المقاومة في غزة. ثم في بداية هذه المعركة أشار هذا الجنرال على نتنياهو إشارة واضحة أن لا تدخلوا غزة برا، الجندي الإسرائيلي غير مؤهل للمواجهة الصفرية وغير مؤهل لحرب المدن وغير مؤهل للحرب البرية، فقط استمروا في القصف الجوي. هذه كانت نصيحته وإشارته إلى نتنياهو أن استخدم سلاح الجو لأنك تحصل على تفوق في سلاح الجو، لا تدخل الأرض إطلاقا لأن غزة ستكون مقبرة لجنودك ولجيشك. ثم ها هو الآن يشير أيضا إلى موضوع رفح، هو ينصح بعدم الدخول إلى رفح لأنه يدرك تماما أن الأهداف التي وضعها نتنياهو أهداف غير واقعية وأهداف لا تتناسب مع مصلحة الجيش ولا للمحافظة على أمن هذا الكيان، إنما هي لمصالح شخصية لوضع سياسي وجد نتنياهو نفسه محصورا في داخله. نتنياهو لا يسعى إلى الانتصار في المعركة بقدر ما يسعى إلى إطالة أمدها، في ظني وحسب متابعتي لو قدر له أن يحسم المعركة اليوم بمستوى معين لا يضمن له البقاء السياسي، فإنه لن يتوجه إلى حسم المعركة لأن بقاءه مرتبط بإطالة أمد هذه المعركة. هو لا يحارب من أجل الكيان، هو يحارب حرب حياة أو موت بالنسبة له شخصيا. نعم. لأن الجميع بات يدرك أن حرب نتنياهو ليست حرب الكيان وهي مختلفة، لذلك إسحاق بريك يدرك هذه المعادلة جيدا، وهو يشير أن هذه معركة تكتيكية وهذه إجراءات تكتيكية ولا يوجد هدف استراتيجي يستحق هذه المغامرة. نعم.